أتلانتا أيمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية التقنية، أهلا بك أيمن. معرفتك بأمريكا هلأ. على كل أيمن، دعنا نتحدث عن موضوع البوتس، ولماذا يعني هل هذا مسمار جحا بالنسبة لإيلون ماسك، ولا هو فعلا يمكن أن يؤثر على قيمة الشركة؟ لما انت دائما مواضيعك اللي بتختاريها دائما بتوقيت كثير مهم هي اللي عم تطرحيه. هلا ايلون ماسك من الاخر بده يشتري تويتر. هلا في مناوشات رايحه وجايه، بس من الاخر هو يعني ناوي يشتري، وكمان انه هو المشتري الوحيد هلا، وبرهن انه هو عنده المال يلي لحتى يشتري هالموضوع. الموضوع الشائك هلا يلي هو يعني هيدي الحسابات الوهميه هي مهمة لعدة أسباب. أول سبب هو عرض إيلون ماسك أنه مستعد يشتري ب 44 مليار حسب عدد الحسابات، بس إذا عدد الحسابات أقل هو بده يدفع أقل. منشان هيك هلأ هون في هيدا الموضوع شائك، لأنه ليش بده يدفع القيمة الكاملة إذا عدد المستخدمين أقل؟ هذا واحد. اثنين، يعني بتعرف كيف السياسي بيقول لك انا اذا انتخبتوني بدي احسن البطاله وبدي اعمل الايرادات احسن وكل شيء. هو واعد، يعني هو منه سياسي، هو رجل اعمال واعد انه بده يحسن بتويتر، من ضمن الحسابات الوهميه بده يقضي عليها او يخففها كثير. طب هذه هي كيف بده كيف بيعرف نسبة هذه الحسابات الوهمية؟ هل هي 5%، 10%، 20%؟ وإلى أي مدى يجب أن يؤثر ذلك على السعر الذي وعد به لشراء تويتر، علما أن سهم تويتر بالسوق كتير متراجع منذ هذا الخبر، منذ خبر الإعلان عن الصفقة؟ هني يعني مختلفين عليه هلا مايا، هو آلية كيف حساب هيدي الحسابات هيدي، كيف نعدهم هيدي الآلية. يعني تويتر عم تعرضه بآلية معينة يلي هو إيلون ماسك معتبرها خاطئة، وهو عنده اتجاه معين، وحتى هن عم بيحاولوا يفسروا له هن طريقتهم، هو منه أبدا، يعني هو منه مقتنع أبدا، عم يقترح طريقة ثانية. فهيدي الآلية مختلفين هن عليها، وبدهم إذا مشوا بطريقة إيلون ماسك العدد حيكون أكثر بكثير من 5% يلي تويتر عم تقول عنه، وهي بتعمل مشاكل لتويتر مايا، لأنه هي تويتر يعني كل فصل بتقول عدد حسابات الوهمية، فإذا كان صار لها سنين عم بتقول العدد خاطئ حيكون في عندها غرامات مالية بالأسواق، حيكون في عندها مشاكل. يعني منشان هيك هذا الموضوع شوي شائك، بس بالآخر حيوصل لمرحلة حيتفقوا حيشتروا. كان هناك مناوشات عبر تويتر بين الرئيس التنفيذي وبين إيلون ماسك حول هذا الموضوع، إلى أي مدى هذه المناوشات العلنية قد تؤثر على أيضا على قيمة الصفقة أو حتى على المنصة نفسها؟ هلا هيدي عم يعني تصير علنيه. ليش؟ لانه في مشاكل بين الاثنين، يعني بين ايلون ماسك والمدير التنفيذي، لانه بالاول كانوا اصحاب حيشتروا، بعدين قالوا ما يعني نحن ايلون ماسك ما بيهمنا رايك، ما حنبيعك، وصار فيها الاختلاف. ففي هيدي الحزازيه اذا بدك موجوده، هذا واحد. اثنين، الاليه اللي طرح فيها المدير التنفيذي تبع تويتر ايلون ماسك منه ابدا، يعني ما اعتبر انه هذا كله عم تحكوني فيه انه مش علي على غيري، انا ماني مقتنع بهالطريقه، انا لازم تمشوا بهالطريقه 1 2 3 4. فهيدي المناوشات موجوده وعلنيه، لانه هو بموضع قوي ما في غيره على الطاوله مستعد يشتري، والكل حابه اسمه منيح، الناس حابه انه يشتري. فهون هو له مصلحه كمان ايلون انه يضغط ليلاقي الارقام المضبوطه ويدفع الحق، يعني القيمه اللي هو بيعتبرها انه تستاهل لتويتر. طيب برايك هل هتشوف هذه الصفقه النور؟ برايك هل حتنتهي هذه الصفقه؟ هل سنرى ايلون ماسك يملك تويتر؟ قولي. انا مايا برايي ايلون ماسك تويتر هي العروس، بده اياها على الاخر. هلا مختلفين على المقدم والمؤخر، حيتفقوا بشان يمشيها. طب ولكن أيضا عجبتني هايتي. طب بالنسبة للمنصات الأخرى، هل يمكن أن يؤثر على التنافسية والمنافسة مع بقية منصات التواصل؟ هل هذا الموضوع عمل دعاية أكبر لتويتر وبس؟ هلا هو حيصير في تغيير جذري، يعني بعد ان شاء الله بعد ما يشتري وينتهي بعد 6 سنين ونص حيكون في عنا منصه انظف واحسن، وتويتر حتكون كثير غير عن ما هي موجوده هلا، وحتقدر تنافس. بس بدهم 6 سنين ونص بعد ما يكون هي صارت بقياده وبايده لايلون ماسك. شكرا لك ايمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيه التقنيه، كنت معنا من اتلانتا، اهلا وسهلا بك.